يا موصوفا بصفات الكمال، يا منعوتا بنعوت الجلال، يا منزها عن الشبيه والنقائص والمثال، الكرماء بخلاء عند جودك، الأقوياء مهازيل في قعودك، النواصي في قبضة جنودك، أنجيت من النار الخليل، ومن الذبح إسماعيل، وأيدت اليتيم بجبريل، ودمرت أبرهة والفيل بطير أبابيل، ونصرت نوح في الكرب العظيم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حبيب المحبين، يا جليس الذاكرين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا أنيس المنقطعين، يا رجاء المؤمنين، يا أمل الآملين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم عم بيوتنا وبيوت المسلمين بالبركة والخير والسلامة وقرة العين. اللهم املأ بيوتنا سعادة وانشراحا، اللهم اذهب واصرف واكف بيوتنا شر الأنكاد وشر النقائص والأرذال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم لا تدع لنا في بيوتنا ولا بيوت المسلمين همًا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا غما إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا عاقا إلا وإلى البر رددته،
ولا حاضر ولا غائبا إلا أعدته، ولا مغتربا أو مبتعثا إلا حفظته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسحورا أو ممسوسا أو معيونا إلا أبطلته، ولا معيونا إلا شفيته، ولا عقيما إلا وذرية صالحة وهبته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا متزوجا إلا وفقته، ولا حزنا إلا أذهبته، ولا فرحا إلا أدمته، ولا جنديا يحمي عن حياضنا إلا حفظته وأعنته ونصرته، ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا أعنته وسددته، ولا كبيرا إلا وبالصالحات من عمره ختمته، ولا ضالا إلا وإلى الهداية رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا، ولنا في بيوتنا صلاحا إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا خير مستودع، يا خير الحافظين، يا خير الراحمين، استودعناك الأبناء والبنات في البيوت من شر الإعلام، من شر الإعلام ومن شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم استودعناك عقولهم، واستودعناك قلوبهم، واستودعناك عواطفهم، واستودعناك تعليمهم، واستودعناك أعراضهم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، من أرادنا وأراد بلادنا وأراد عاداتنا وأراد تعليمنا وأراد تربيتنا بسوء، وكان في سابق علمك أنه لن يهتدي ولن يرتدع، اللهم فاجعل تدبيره تدميرا على نفسه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا على نفسه بقوتك وسطوتك يا جبار السماوات والأرض يا رب العالمين، يا من يعلم ضمائر الصامتين ويملك حوائج السائلين ويجيب دعوة المضطرين، ويجيب دعوة المضطرين، ندعوك دعاء من كثرت ذنوبه وظهرت عيوبه وقل عمله ودنا أجله، نسألك أن تعتق رقابنا من النار.
النار. اللهم ارفع أسماءنا في هذا الشهر المرجو عندك، ارفع أسماءنا عتقا ومغفرة وسترا وعافية ورضوانا وفوزا بجناتك يا رب العالمين. اللهم لا تمضي عنا رمضان إلا وشملتنا من الفائزين بليلة القدر، ومن الفائزين برضوانك ورحماتك وجناتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل حظنا من الصيام الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من الصيام السهر والتعب. اللهم اعف عنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اغفر لنا هفواتنا وزلاتنا. اللهم تقبل منا أعمالنا وإن كانت قليلة، واغفر اللهم لنا ذنوبنا الكثيرة، إن رحمتك وسعت كل شيء، وإن مغفرتك ملأت كل شيء يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق ولي أمرنا إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.